ما غيكون والو. لا حنا تعدينا على القضاء وفتنا القضاء، ما يبقاش عندنا القضاء، غيكون الاجرام اكثر من الدول ديال عالم اخر، عالم الرابع ولا الخامس. كيجيو شي وحدين يديروا الفتنه هنا ويشوشوا على القضاء ويبداو يخربقوا هنا، هذاك الشيء راه ما بقاش. ما بغيناش داك التشويش اللي كيجي هنا، لا نخلعك بهذا وندير لك هادي ولا ندير لك وقفه ضدك. راك نتوما عارفين الميساج اللي كيجيو هنا يديروا بالباله. كيجيو حنا ما عمرنا كنا ضد القضاء، القضاء معانا الحمد لله نزيه تحت شعار الدائم الله الوطن الملك، الله ينصر سيدنا. اللي دار شي حاجه ياخذ الدم ديالو، القضاء نزيه، القضاء كياخذ القوانين، كيحكم بالقوانين اللي كاينه، وما يمكنش غادي يحكم بدون قوانين. وديما لا للتشويش على القضاء، لا للتشويش على القضاء، يخليو القضاء يخدم خدمته، لان لما بدون قضاء ما غيكون والو. اش غيكون بدون قضاء؟ تصوروا نتوما بدون قضاء اش غادي يكون؟ تصوروا نتوما بدون قضاء اش غيكون في هذا البلد؟ حنا وراء صاحب الجلاله، وراء القضاء المستقل، وراء القضاء بدون تشويش. ديما حنا مع القضاء، لان القضاء هو كل شيء. الله سبحانه وتعالى كيوصي على القضاء. القضاء الحمد لله المملكه المغربيه كتنعم بنزاهه ديال القضاء، جهاز القضاء عندنا فيه الثقه التامه، والمجتمع المدني كياكد وكيعاود ياكد من هذه الوقفه ديالنا اللي هي وقفه تضامنيه على ان القضاء نزيه. تضامنيه سلميه، راه ما عندناش ذاك المشكل ديال هذه تدخل لهذا ولا هذه فعل هذا. القضاء مستقل، حتى واحد ما كيتدخل فيه، حتى واحد ما كيورك عليه. القضاء كيحكم بالمساطر القانونيه حسب ما جاء في الدستور المغربي. لهذا كنطالبوا من المشوشين على القضاء وعلى ذوك الناس اللي كيقولوا كلام غير لائق باسم القضاء. جهاز القضاء هو جهاز نزيه، والحمد لله تحت القياده الساميه ديال جلاله الملك نصره الله، القضاء راه واخذ الحريه ديالو والاستقلاليه ديالو. ونتمناو على ان فعلا جميع فئات ديال المجتمع المغربي كلهم يعلنوا على التضامن ديالهم مع رجال القضاء. جهاز القضاء هو الحل الوحيد اللي بقى عند المواطن المغربي في ظل تواجد البعض اللي كيستغلوا باك صاحبي. القضاء كيحيد لهم هذيك باك صاحبي. حنا كنا سواسية امام القضاء، والحمد لله تبتات لنا المحكمه المغربيه جميع المناطق المغربيه على ان القضاء مستقل ويحكم بما سطره القانون. كنعاودوا ناكدوا يا للتشويش ديالنا تضامنيه ضد هذوك اللي كيشوشوا على القضاء، اللي كيجيو هنا ويبغيو يخربزوا. التخرميز ما بقاش، كيجيو هنا ويقول لي حنا غادي نديروا ولا غادي نديروا لك وقفه ولا غادي نديروا. حنا ضد هذا الشيء، ضد الاستقلاليه القضاء، لا للتشويش على القضاء ولا لابتزاز القضاء ولا لابتزاز القضاء. الله يجازيكم بالعافيه. واش كاين شي حاجه تعرف الابتزاز ولا المضايقات؟ لا كنشوف بزاف الكلمات. اسمعني استاذ، خاصك تنطط عين السؤال. مؤخرا استهدفت المحكمه ديال عين السبع من طرف بعض المشوشين اللي هما كنحسبوهم حنا راهما ضد الوحده الترابيه، حيت ملي كتسمع ديك المساله ديال الخيانه ديال الوطن. حنا الحمد لله ولله الحمد كنامنوا بان القضاء ديالنا نزيه، وكنامنوا على ان القضاء ديالنا مستقل. وهذا ماشي كلامي انا، ماشي كلام اي مواطن، هذا كلام ديال جلاله الملك في عده خطابات كيوصي وكيأكد. الدستور المغربي حتى هو كيأكد على استقلالية القضاء، وكذلك حتى استقلالية الصحافة، حتى من المستثمرين الأجانب ملي كيدخل المغرب مكيلقاش الاستقلالية ديال القضاء راه كيعرف حالو، مكيلقاش الاستقلالية ديال الصحافة كيعرف حالو. حنا كنشكروا جميع المنابر الصحفية اللي كتواكب هاد التضامنات وكتوقف هاد الوقفات الاحتجاجية ضد دوك الناس اللي كيشوشوا على القضاء. مؤخرا استهدفات هاد المحكمة هادي، وقعوا أخطاء جل من لا يخطئ، كاين الصالح وكاين الطالح، لكن باش نعموا على الجهاز كامل هنا كنقولوا لا، وقف بركة عليك حد كتم. القضاء خط أحمر ممنوع على شي واحد على أنه يتوشيه. جهاز القضاء هو جهاز سامي، يكفينا على أنه كينطق باسم جلالة الملك، وحنا عندنا جلالة الملك هو أعلى قمة عندنا هنا في المملكة المغربية، خط أحمر حتى واحد ما يقرب ليه. وكنشكروا جميع الصحفيين النزهاء اللي كيتبعوا معنا هاد الوقفات الاحتجاجيه وهاد التضامن ديالنا مع جهاز القضاء. نتمنوا فعلا هاد المشوشين يتوضع لهم حد، هاد المشوشين يلزموا حدودهم ويعرفوا رؤوسهم على انهم ما غيصوروا والو من جهاز القضاء.
وحنا دائما متضامنين مع جهاز القضاء وشكرا. نوع ديال التشويش استاذ كيجيو لهنا شي بعضين اللي كيحاولوا يمارسوا هذيك الطريقه ديال مثلا راه فايته وقع فضيحه هنا في المحكمه ولا كذا، غادي نديروا لكم وقفه احتجاجيه وغنديروا لكم هذه، حنا ما حكمتوش لصالحنا، حنا ما درتوش لينا. هذه المسائل اللي ما خصهاش تكون. جهاز القضاء راه عنده مساطر قانونيه، عنده دستور كيحكم معاه، ويكفي على ان هاد الناس هادو راه هيئه راه فيها تشاور، فيها تداول، فيها بزاف ديال الحوايج، عاد كيتنطق الحكم. الا عندك حجوج وعندك اثباتات راك تاخذ حقك، الا ما عندكش ما عندك ما ندير ديرك القاضي، القاضي كيبقى هو مجرد شخص ينفذ القوانين فقط، وهناك هيئه ما كيكونش غير واحد، كيكون مستشارين، كاين النيابه العامه، وتحيه حتى النيابه العامه، ورغم ما قيل ويقال تحيه للنيابه العامه، حتى هما راه كيقوموا بالمهام ديالهم. وكما سبق لي وقلت راه اي بلاصه مشيتي لها فيها الصالح وفيها الطالح ما غنعمموش، نخليو القضاء يدير خدمته، نخليو النزاهه تكون، نخليو استقلاليه حتى هي تكون. طيب شنو الجهات اللي منظمه الوقفه اليوم؟ كاين المنظمات اللي هي حقوقيه، وكاين المجتمع المدني، وكاين معنا حتى اخوه صحفيين. حنا كنكونوا المجتمع المدني المغربي اللي كيدافع على هذا الجهاز، هو محتاج الجهاز باش ندافعوا عليه، وانما كنعلنوا التضامن ديالنا لا لشيء، فقط لاننا كنحبوا استقلاليه ديال الجهاز هذا، كنبغيو هذا الجهاز هذا يكون مستقل، ما يكونش هذا الجهاز هذا مضغوط من شي جهه معينه، اي واحد كيضغط على جهاز القضاء الا كيحسبوا راه انفصالي حتى هو. وشكرا لكم واستسمح. التضامن ديالنا مع جهاز القضاء ومع الوكلاء ديال النيابه العامه، بغينا نقولوا لا للتشويش على هذا الجسم القضائي هذا، لا للتشويش على القضاه اللي تيحكموا في الجلسات، لا للتشويش، بغينا هاد القضاه هادو يبقاو على نفس المسافه من الجميع، فبحيث انه ما يمكنش ليا اليوم انا نجي نحتج باش نضغط على القاضي يحكم لصالحي، او اخر مثلا يدير تليفون من شي اداره معينه باش يحكم لي، وهذا بغينا قضاء ديال الجميع، ديال جميع المغاربه، الفقراء والاغنياء، كل شيء يكونوا بحال وكل شيء يكونوا مساويين. واليوم جينا نعبروا على التضامن ديالنا باش نقولوا لا للتشويش، ورحنا كنستنكروا بعض الخرجات للمفاد ديالها وهو الضغط على الجهاز القضائي، هذا الشيء كنرفضوا رفضا باتا، وكنتضامنوا مع القضاه ديال المحكمه هذه ومع القضاه ديال الوكلاء النيابه العامه ديال محكمه سينا في الدار البيضاء وجميع محاكم المملكه، ماشي غير الدار البيضاء. اليوم هذه الوقفه هي وقفه تضامنيه رمزيه مع جميع الجسم القضائي ديال المغرب كله، وبغينا يكون على نفس المسافه، وحنا راه تنعبروا على التضامن ديالنا الله مشروط، وحتى واحد ما قال لنا جيو هنا، حتى واحد ما قال لنا وقفوا، وانما احنا كفعاليات جلسنا مع بعضياتنا واتفقنا وشنا تبعنا لي فيديو تبعنا هذا اكثر بزاف كاع، وبالتالي راه القضاء راه هو الصوره ديال البلاد، راه الا كان القضاء مستقل نزيه كيحكم بداك الشيء اللي كيشوف وداك الشيء اللي عرف، وكيحكم بالقيام ديالو والمبادئ ديالو، وتيحكم بما داك الشيء اللي عرفه الله عز وجل، راه غادي يكون الاستثمار مزيان في البلاد، غيكون الاجانب تيقين في المؤسسات ديالنا، المواطنين سواء الفقراء او الاغنياء كلهم غيكونوا تيقين في الجسم القضائي، وبالتالي فلا تشويش على الجسم القضائي، وحنا مع القضاة النزهاء مع الوكلاء النزهاء اللي تيخدموا لصلاحه البلاد واللي كيعطيو صوره طيبه على الجسم القضائي في المغرب، هما اللي حنا معاهم، حنا ماشي مع الناس اللي هما خارجين على القانون او الناس اللي كيتعاملوا مع الصماصيره ولا اللي كيتعاملوا مع البزنازه ولا لا، حنا كنتعاملوا كنتكلموا اليوم على القضاء والوكلاء اللي قضاة والوكلاء اللي هما نزهاء واللي هما على المسافه واحده مع الجميع، وتحيه طيبه.